يعني ايه طريقة العلاج وخطة العلاج؟ يعني المريض السرطان علاجه مش عند دكتور واحد، علاج مريض السرطان بيبقى في مجموعة تخصصات ومجموعة أطباء. مستشفى النيل بدراوي علشان جواها جميع التخصصات اللي بتخدم مريض السرطان، من أول التشخيص لحد العلاج الجراحي والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي. فابتدينا ان نعمل زي ما بره بيعملوا، ان المريض ما بيقابلوش دكتور واحد، مريض بيقابله لجنه مجمعه فيها جميع التخصصات اللي المريض بيحتاجها. المريض بتعمل له اللجنه دي، بتقابله فيها استاذ جراحه اورام، استاذ علاج اشعاعي، استاذ علاج كيماوي، واستاذ اشعه، وساعات استاذ جراحه صدر حسب مرض العيان. بيتعمل له الاول الرحله، بتبتدي بالتشخيص وتحديد المرض وصل لأني مرحلة، ولما بيقعد مع الدكاترة والاستشاريين بيتقال له الخطة، خطة علاج. المريض بيبقى له فايل على الكمبيوتر ليه رقم طبي. معروف في المستشفيات ان المريض لما بيدخل مرة تانية المستشفى او يروح مستشفى تانية خلاص هو ليه رقم طبي تاني، هو ليه فايل تاني، بيتعامل كبني آدم تاني.